القادمه ونقول لها لن تستطيعوا ان تعبروا عما تشاؤون من دساتير. الامر الثالث مفروض انهاء حاله الفوضى الموجوده حاليا في البلد والاستقرار. نعم هذه مطالب ثلاث رئيسيه اهمها التعجيل بالانتخابات. ايمن هذا يعني هذا هو راي المهندس عاصم عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجماعه الاسلاميه في هذه الخطبه التي القاها تمهيدا للجمعه القادمه التي يتوقع ان يحشد فيها التيارات الاسلاميه اعداد كبيره جدا ويطلق ومتوقع ان يطلقوا على هذه الجمعه جمعه الشرفاء من اجل كما يسمون اعاده الامن والاستقرار الى مصر. واعود اليك مجددا في الاستوديو. خاصة. نعم. هل تم التنسيق بينكم وبين الفصائل الاخرى من الاسلاميين؟ الجمعة القادمة، هناك تنسيق على الجمعة القادمة. هل الاخوان سوف تنزل الجمعة القادمة؟ اظن انهم سينزلون، ولكن سواء نزلوا او لم ينزلوا الشعب سينزل الجمعة القادمة، الامر يعني غير متعلق بالاخوان على الاطلاق. نعم نعم معلش لا اتمنى فهم. النزول غير متعلق بالاخوان. نعم التيارات الاسلامية وجموع الشعب سينزل الجمعة القادمة سواء نزل فصيل معين او امتنع عن النزول، ولكن اظن ان الاخوان قرروا النزول، اظن ذلك. هل يتم النزول من الان ام الجمعه فقط؟ الجمعه القادمه ان شاء الله، الحجز سيكون الجمعه القادمه 29. نعم جزاك الله خير.